أهلا بكم من جديد. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميا ملحوظا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير الزياني مع المجلس الجديد لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم. ونوه سعادة الوزير إلى استمرار الجهود الحكومية لتطوير هذا القطاع، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه إلى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية أيضا، حيث قرر مجلس الوزراء الموقر أن تشمل الأفضلية المعمول بها حاليا بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية، وأيضا المناقصات وبذات النسبة وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام تداولات اليوم بنسبة 0.46% مقفلا عند مستوى 1522 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,940,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,738,000 دينار تم تنفيذها من خلال 125 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8,819 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.38%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5,387 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.57%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2,850 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.18%. كشفت شركة القدية للاستثمار عن المشروعات التي ستنفذ في المرحلة الأولى من القدية البالغة أكثر من 45 مشروعاً وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة، وعن تكليف 20 شركة للهندسة المعمارية بتصميم 12 معلماً من المعالم الرئيسة للواجهة وبعض المعالم المهمة الأخرى. ويسهم المشروع في توفير أسلوب حياة أكثر نشاطاً لشباب المملكة الطامحين وأهلها الراغبين بمزيد من التقدم والتطور، ويتماشى مع المبادئ الأساسية لرؤية المملكة 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر أنهم أرادوا تطوير هوية للقدية تعبر عن طبيعة التجارب الفريدة التي سيقدمونها، ويقومون بتطوير العلامة التجارية التي ترمز إلى المكان، وذلك من خلال توسيع نطاق أفق تجارب الحياة الذي يحفز الاستثمار. أعلنت موانئ دبي العالمية عن مناولة نحو 36 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على امتداد محفظتها العالمية من محطات الحاويات في النصف الأول من العام 2019،
حيث ارتفعت الكميات الإجمالية بنسبة 0.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.5% على أساس نسبة النمو بالمقارنة المثلية. وبينت الشركة أن النمو في الربع الثاني من عام 2019 جاء مدفوعاً بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية وأفريقيا، مقابل كميات أقل مسجلة في كل من الإمارات وأستراليا. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. فيسبوك تدفع غرامة 5 مليارات دولار لتسوية اتهامات حول الخصوصية. وزير الخزانة الأمريكي يزور بكين الأسبوع المقبل لبحث إنهاء الحرب التجارية مع الصين. وأبدى وزير الخزانة الأمريكي تفاؤله بشأن مستقبل المباحثات التجارية مع الصين في الأسبوع المقبل، ولكنه أكد أنه لا يزال هناك الكثير من القضايا التي بحاجة إلى النقاش. وقال ستيفن مينوشن إن فريق تجاري برئاسته هو والممثل التجاري الأمريكي سيسافر إلى شنغهاي يوم الاثنين المقبل لعقد اجتماعات على مدار يومين، وتعد تلك هي المرة الأولى التي سيسافر فيها وفد أمريكي نحو الصين بعد قرار استئناف المباحثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. أعلنت بوينغ عن أكبر خسارة فصلية لها على الإطلاق وبلغت 3 مليارات دولار، مع معاناة الشركة من وقف تشغيل طال عن المتوقع لطائراتها الأفضل مبيعاً 737 ماكس. وكشف أكبر صانع طائرات في العالم عن تأخر جديد في برنامج الطائرة عريضة البدن 777X، حيث أرجأت مشكلات في المحركات الذي تنتجه جنرال إلكتريك أول إقلاع إلى 2020، في حين حذرت بوينغ من مزيد من التأخيرات المحتملة. وقال دينيس مويلنبرغ الرئيس التنفيذي لبوينغ إن الشركة تدرس مزيداً من الخفض في إنتاج الطائرة 737 ماكس. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وافقت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي على دفع تسوية قياسية بقيمة 5 مليارات دولار على خلفية تحقيق أمريكي بشأن انتهاكات الخصوصية، ما دفع السهم ليتهاوى 1.7%. وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية أنه سيتم إنهاء السلطة التنفيذية لمارك زوكربيرغ على قرارات الخصوصية في خطوة تحدث للمرة الأولى. ومن شأن هذه التسوية زيادة مسؤولية مجلس إدارة الشركة الأمريكية حيال حماية بيانات المستخدمين مع تغيير القليل عن أعمال الإعلانات المربحة للشركة. وبحسب الاتفاق فإنه يحظر على فيسبوك استخدام أرقام الهواتف التي تم الحصول عليها في أغراض تتعلق بالأمن في الإعلانات.